مراجعة خدوه كتير نعمل بس ريفريشمنت موتور سيستم ان ذا لور اند ان ذا ابر ليم. First of all, you have to communicate with the patient, greet the patient and the parents, introduce yourself, to be sure of the patient ID, and then you are going to tell him or to tell them what you are going to do, and to take verbal consent for examination, wash your hand, and start examination by exposure of the lower limb till the side. Okay? طيب نعمل ايه؟ نبدا الاكزامينشن بتاعت اللور ليمب كيف؟ انسبكشن. ايوه باي انسبكشن. انسبكت فور وات؟ ديفورميتيز. ايوه لو في اني اوبفيوس ديفورميتيز تو ريبورت ات. ثاني اتروفي. نعم ايما اور اتروفي. اتروفي ماسل ويستنج. في اني ماسل ويستنج؟ طيب الماسل ويستنج از ساين اوف ابر موتور ولا لور موتور؟ لور موتور. طيب ثاني يعني المسل ويستنج طوالي فاسيكيوليشن انسبكت فور وير تو انسبكت وير لما في القلب اكثر حاجه في الساين من الطريق انسبكت عباره عن ايه الفاسيكيوليشن موفمنت او كونتراكشن اور سنجل مسل فايبر تلقاها زي الرقبه بتجي في العين. طيب فاسيكيوليشن تشوف لو ما في ما تقول طوالي ما في لا تعمل اليسيت تراي تو اليسيت باي تابينج ويز تو فينجرز وتشوف حصل حاجه ما حصل حاجه بعد نو فاسيكيوليشن. فاسيكيوليشن برضو از ساين اوف لور موتور نيورون ليجن. طيب ثاني تو انسبكت فور وات دايليتد فين اي خاصه بالنيورولوجي ثاني انسبكت فور اب نورمال بوز شيرينج. Abnormal washing. ممكن يكون إيه في اللور ممكن تلقى حاجة يعني ده كده. سيزرينج. أيوة this is سيزرينج. سيزرينج. تحصل في ناس شنو؟ سيربرال بولزي. سيربرال بولزي which type؟ Parablegic. 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 تلقى عنده سيزرينج. طيب. لو ما في abnormal posturing describe the posture مثلا نجيته كده تقول the lower limb is flexed as the knee نجيته كده تقول the right lower limb is laterally rotated extended and laterally rotated. يبقى لو ما في abnormal posturing to describe the posture and position of the lower limb. بعد ذلك to have a look at the skin لأنه عنده علاقة اللي هي شنو ممكن نلقى ايه link between the skin and the CNS يسموها neurocutaneous syndromes يعني يكون عنده feature في السكين ممكن يكون عنده other involved in the CNS. طيب زي شنو neurocutaneous عندنا مثال واحد neurofibromatosis. ايوه neurofibromatosis. طيب ليه بيكون عندهم في السكين حاجة اسمها discoloration يسموها failure spots تبدأ تكمل لو في أي كافيولي أسفلت ممكن تلقى عنده نيوروفايد رومز يعني زوايد كده في الجلد لو في أي حاجة زي دي تكمل وليس الاستجمات أو نيوروكوتينيوس سيندروم. طيب بعده نعمل نبدأ examination of the tone power and reflexes. طيب examination of the tone has three methods اللي هي leg roll movement leg roll بنبدأ بيها نبدأ بالبازف movement يبقى الأولى بازف movement اللي هو you passively move around the joint. طيب بتلقى إنه في mild resistance اللي هي بنسميها normal muscle tone mild resistance. طيب لو لقيت الريزيستنس زياده تحاول تعمل فليكشن ما تلزق. ايوه ذيس از هايبرتونيا والهايبرتونيا عندها تو ممكن نقسمها لتو تايبس اللي هي سباستيسيتي. ايوه سباستيسيتي. ممتاز سباستيسيتي اند ريجيديتي على حسب الليجن. لو كان الليجن في البيراميدال تراك ذيس از سباستيسيتي وإذا كانت الليجن في الاكسترا بيراميدال ذيس از ريجيديتي. طيب الاسباسيسي ذات التايب بتاعها ايه؟ اسمها كلاس 9 يعني ايه ليه سموها كده؟
في البداية ما في ريزيست بعدين لا بالعكس الكلاست نايف في البداية ذا بيجينينج اوف ذا موفمنت بتلقى ريزيست لكن بعدها بيحصل لها ريليز زي ما انت ساعات تطلع السكين من الغمد بتاعه في البداية بيكون في ريزيست بعدها كلاست نايف اللي هي دي بتمشي مع البيراميدال تراك اوكي طيب دي الاسباسيسيتي انت تايب واحد الوقت كلاست نايف طيب الريجيديتي اللي هي قلنا بليجون بتكون في الاكسترا بيراميدال تراك عندها تو تايبس في شيء يكون كونتينيوس اسمه ايه؟ التايب الاول بتاع الريجيديتي اسمه ليت بايل ليت بايل وهنا بتلقى في البداية في ريزيستنت وكل ما مشيت في الاكشن الريزيستنت دي بيزيد في النهاية ما تقدر ثاني تعمل فليكشن مور ذان ذس يبقى بيكون في شنو انكريزنج ريزيستنت في الليد باي كل ما مشيت في المومنت تلقاه زيادة ده الليد باي النوع الثاني اسمه كوغويل كوغويل يعني الترس زي حركة الترس تلقى انترميتنت ريزيستنت في البداية تلقى ريزيستنت بعدك تفك ثاني تمشي شوية تلقى ريزيستنت ثاني تفك ثاني تشوف كده كده في ريزيستنت كف كف ليه بتحرك ليه في ترس دي تو تايز بتاعت الكسترا بيراميدال تراك ليجو اللي هي ريجيديتي ده تو تايز ليد بايل اند كوغويل طيب اون اسيسنج ذا التون الابنورماليتي ممكن نلقاها اللي هي هايبرتونيا اللي هو الهايبرتونيا اتكلمنا عن التايز بتاعتها اند هايبرتونيا طيب this is the first method to examine the tone طيب الأظهر method ايه؟ rolling rolling لازم تاخد شنو بتو هاند يكون في جوين هاند في جوين اوكي والثالثة سموها lifting 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 لو عنده هايبرتونيا بتلقاك تحاول ترفع كده كلها بتترفع معاك وان بلوك تنزل وان بلوك اما لو هايبرتونيك بتلقاها زي ما فيها روح الاساس في انتراسيس اوكي يو كان بلاي وزيت ده في حالة الهايبرتونيا يبقى الميثود اوف اسيسنج ذا تون تكون عارفها زي منها بازيك موفمنت اللي هي بنبدا بيها رولينج اند ليفتنج اوكي طيب بعد التوم بنعمل اسسمنت ليه الباور الباور اللي هي عندها 6 جريد جريد 0 اب تو جريد 5 وين يو ار اسكد تو اسس ذا باور طوالي بتبدا بجريد 3 بتقول للبيشنت ارفع رجلك ابدا بجريد 3 جريد 3 يس لو رفع رجله معناه ذي جريد 3 اللي هو اجينست جرافيتي جرافيتي رفع رجله بتديه جريد 3 لكن احتمال يكون اكثر من 3 طيب عشان نعرف فور ولا ما فور ده كنت اعمل مايلد ريزيستنس بعد ما رفع ريه ونزلها ثاني كده مايلد ما تضغط شيء تقول لي ارفع طيب اف هي كان اوفر كام ريزيستنس ورفع انا ذيس از اجينست ريزيستنس ذيس جريد 4 طيب جريد 5 اللي هو فور رينج يعني فور رينج اوف موفمنت جريد 5 فور رينج اوف موفمنت طيب من الاول قلت له ارفع رجلك عنده ويكنس قال لك يا دكتور ما بدي يقول لي حركها ايوه تقول له حركها كده في الهوريزونتال بلين يعني ما في اكسبلوجن وزغرب طيب حركها كده هتديه جريد 2 جريد 2 ما قدر قال لك ما بقدر اشوف اللي حرك الاصابع بس حرك الاصابع قدر يحرك كده شوف ليكر مومنت ذيس از جريد 1 طيب نو مومنت جريد زيرو طيب لو كان انفنت عنده 6 شهور ما حيقدر ما تقول لي ارفع رجلك ما حيفهم صح؟ هاو تو اسس ذا باور ان انفنت باي اوبزرفيشن يس باي اوبزرفيشن تسوي لاي ستيموليشن ايوه انت جيت بتشوفه هل هو بيتحرك بيرفع رجله لقيته ما بيتحرك احتمال تقوم تعمل له شنو ستيمولس لايك ذيس ستراتشينج اون ذا بلانتر سيل طيب لو رفعها كده عملت له كده جرها كده تجري كم؟ 3 3 لكن في الكاب ولا في الساير طيب عملت له كده رفعها كده انا اهو في الساير وفي
في البركان في البركان اوكي. طيب برضو الاكزامينيشن او باور يو هاف تو اسس ذا باور ان اول مسل جروب. مثلا في الني تشوف الفلكسر اوف ذا ني يبدا تمسك كده وتقول له يور عليك يور عليك ذا تيستينج ذا فلكسر او تحط يدك كده وتقول له دو فليبر ده هنا يو ار تيستينج شنو اكستنسر اوكي. برضو الادكترز تيست الادكتر نعمل ايه تيست الادكترز الدكتور اللي هي المصل اللي بتعمل الحركة دي للداخل تقوم تحط يدك كده وتقول له ضم ضم رجلينا عند الدكتور عكس تحطهم هنا وتقول له باعد باعد رجلينا يبدأ يحاول تست all the muscle. الابنورماليتي ممكن نلقاها اللي هي شنو weakness على حسب الجريد بتاع الباور اوكي. طيب reflexes in the lower limbs reflex والبلانتر البلانتر ده ما زي السوبرفيشال احنا نتكلم على الديب ريفلكس ني ايوه نبدا بالني هاو تو بيرفورم ذا ني خليه هي ثانية تعمل ممكن البيشن يكون جالس مدلل الرجلين لكن طبعا لو طفل وكده بتقدر تعمله لايك ذس تو هولد ويت اوف ذا ليم ده ما يكون مرتاح قاعد كده غلط just touching the bed okay. الزاوية هذه التحدي تكون زاوية منفرجة يعني لو جيت عملتها كده الامتحان زي زرام لأن الزاوية بقت شنو أكيوب تكون منفرجة okay. then you tap التاب بنعمله between the patella العظمة المدورة هذه هو tibial tuberosity اللي هو بينهم الاثنين في التندون بتاع الكوادريسبس مصر. When you tap the tendon بيحصل ايه contraction بيحصل contraction للكوادريسبس بيحصل ايه extension ايوه mild extension. طيب الروت بتاعكم تكون عارف الروت ايوه 3 L2 3 4 L2 3 4. طيب الديب ريفلكس الثاني في اللور ليمب اللي هو الانكل ريفلكس بنعمله في خطوتين حافظة الخطوة الأولى بتشيل الرجل دي تحطها وخدها الخطوة الثانية تعمل دورس فليكشن كده الحركة دي والخطوة الثالثة تاب انت ساعة تعمل الحركة دي بيحصل شنو تشيل التندون هنا حيتشدد ايوه زين يو تاب ذا أكيليس تندون. طيب بيحصل شنو وين يو تاب بيحصل كونتراكشن بيحصل ليك بلانتر فليكشن ايوه مايل بلانتر فليكشن. الروت كم S1 and S2. طيب ده في اللور ليم في الابر ليم نفس الميزوس بتاعت الزامن ذا تون تو اسس ذا باور نفسها بس الريفلكسز هنتكلم من الابر ليم. طيب في الابر ليم عندنا كم ريفلكس 3 ممكن. طيب الريفلكسز في الابر ليم 3 اللي هي بايسبس ترايسبس ترايسبس مسل بريكيور ريديان. طيب البايسبس الخطوة الأولى بتعمل just flexion like this لكن تكون حافظة ما تكون extended وما تعمل 90 درجة تكون شوية الزاوية دي أكبر من 90 درجة okay. حط يدك في التندون صباعك هذا التندون اللي هو بيكون medium ناحية الداخلية بهنا ده التندون حاسي بيه okay. خلي يدك تقول خلي يدك ريلاكس ما تشد then you tap over your finger الاندكس فينجر حطيته كده بالتندون then you tap شفتوا حصل ايه حصل هنا when you tap بيحصل contraction بيحصل ايه mild flexion تاني نعملها اوكي. طيب ده البايسبس الروت كم C5 and C6 طوالي بعد ده البريك يورياليس اللي هو نفس الروت C5 and C6. طيب البريك يورياليس وين التاب بنعمل وين ايوه فوق ده الراديوس البروز ده اسمه ستايلويد بروسيس اوف ذا راديوس اللي هو بيجي الاتاتشمنت بتاع التندون بيجي يمسك هنا التندون بتاع البريك يورياليس يبقى التندون بيجي مر بهنا ويمسك في البروز هنا التندون
يبدأ التاب بنعمله لايك زيس ده البريكو رادياليس ريفلكس حصل ايه وين يو تاب يحصل لك مايل فليكشن معه شوية بروناشن فليكشن والمايل بروناشن الروت بتاعه نفس الشيء سي 5 and سي 6 طيب الديب تندون ريفلكس الثالث اللي هو ترايسبس ترايسبس المصل الخلفية دي التندون بتاعه ماسك هنا في الأوليكرانون بروسس يبقى التندون هنا اوكي برضو بتعمل شنو مايل فليكشن لايك ذس ان يو تاب اوفر ذا تندون اوف ذا ترايسبس طيب بيحصل كونتراكشن بيحصل لك مايل اكستنشن اوكي ده الروت بتاعه كم 7 6 7 6 7 دي الديب تندر ريفلكس طيب السوبرفيشال ريفلكس اهم حاجه لاندر ريفلكس اللي هو بنعمله حاجه كده ما تكون شارب ايوه بلانت اوبجكت تبدا من الهيل وتمشي لاترال اوكي يو سكراش ذا سكين اوف ذا بلانتر سيرفيس ستارتنج فروم ذا هيل لاترال تمشي في اللاترال سايد وبتعدي تحت الفينجر تلف كده تحت التوز قبل لا يجلس بيحصل ايه؟ واحد من ثلاثة خيارات concerning the big two يا إما بيقوم يرفعوا بيسموه upgoing أو بيسموه اللي هو positive بابانيسكي ساين مع رفعة البيك two بيعمل للباقين fanning يعني upgoing with fanning ده positive بابانيسكي ساين indicate شنو أبر ولا لور أبر موت الغير طيب ممكن يحصل downgoing وممكن ما يحصل اي ريسبونس يسموه ايه ايكويفوكال ايكويفوكال بلانتر ريفلكس وديل الاثنين معهم ايكويفوكال او طيب ده السوبرفيشال ريفلكس بعد ده نعمل اكزامينيشن ليه عنده يبقى نقول الساينس بتاعت الابر موتور نيورون ليجن نمبر 1 ويكنس هايبرتونيا هايبر ريفلكسيا تاني positive بابنسكي ساين تاني على abdominal reflexes هنا لو عملتها abdominal reflexes will be lost absent abdominal signs of upper motor neural lesion absent abdominal reflexes absent abdominal reflexes والحاجة الرابعة ولا الخامسة أو السادسة ولا الأخيرة ساين اللي هي كلونس weakness hypertonia hyperreflexia positive bubblegum sign absent abdominal reflexes and colonus طيب الكولونس نعمل فيه اللي هو الكولونس البيشن لو عنده هايبرتونيا بتلاقي عنده كولونس لكن ما سيفير هايبر ما بيكون عنده كولونس او حتى لو في بيكون نون سستين ما متواصل طيب الكولونس في عنده تايب اوف كولونس اللي هي الانكل كولونس عن باتيلا كولونس طيب الانكل نعمله كيف الخطوة الأولى نعمل فليكشن كونتينيوس سادن كونتينيوس الخطوة الثانية تعمل سادن دورسيفليكشن أند تو مينتين لازم يعني لو جيت في الامتحان عملتها كده وفكيته غلط تعمل كده وتخليك ضابط اوكي بيحصل شنو لو بوزيتيف تلقاه ريزميك كونتراكشن ده بيسموه سستين انكل كولونس بيمشي مع الابر موتر نيورون طيب الكولونس النوع الثاني اللي هو الباتيلر كولونس نعمله كيف الباتيلر العظمه هذه المدوره دي في الني بتمسكها بين ذا اندكس اند ذا ثامب تسحبها لفوق شويه تعمل لها سدن داون وورد ديسبلايسمنت تبقى الخطوه الاولى تمسكها كده تسحبها فوق صدر داون زي دي ودومينتينت يعني ما تعمل كده تفكر اسحب كده تثبتها بيحصل لك برضه ريزميك كونتراكشن تبدا الكورونا تتحرك اوكي برضه تمشي مع شنو؟ اللي صايم ابر موتر نيورون ليجن مع الهايبر تورنيا طيب اللور موتر نيورون ليجن الساينس شنو؟ هايبوتونيا هايبرفلكسيا ويكنس برضه و يبقى هنا مصل وستي و فاسيكوليشن مصل وستي و فاسيكوليشن طيب فاينالي تو تست ذا جيت
coordination and the gap. طيب ال coordination في upper limb عنده two tests. الأول ده you have to ask the patient to do rapid alternative movement. بسموها دي ازديادو كاينيزيا. وبيكون يعني ال which type of patient اللي يجون وين بيكون عنده abnormal coordination. ما يقدر. والتست الثاني اللي هو الفينجر نوز تست. لو عنده مشكلة في السيريبيلم ممكن يحصل عليها الأبنورمال تيز تست. باسل. أوفرشوتينج أو باس بوينت. دي الحاجة ما يقدر يقدر المسافة. والحاجة الثانية. إذا قرب. إنتينشن تريم. مما يمشي يكون قاصد على الزبادة أول لما يقرب منه تلقاه يبدأ يريح. إنتينشن تريم. دي الأبنورمال تيز. طيب ده إذا أبر ليم. إن ده لور ليم اللي هو تست. لا الكوردينيشن اللي هي الجهير تو وتشيل رجلك تحطها هنا امشي كده لين الني واريح ما يقدر لو عنده سيرفيلر ليون تلقاه يطيح ثاني جاي ماشي كده يطيح ده الانكوردينيشن فاينالي تو تيست ذا جيت تقول له امشي الاب نورماليتي لو عنده هيمبليجيا ماشي كده لا شوف كم رجله الفيا براليز دي بيحطها يثبتها الثانيه يمشي لا يعمل نص دايره سير كمبكشن طيب الناس البرابليه او برابريز يعني برابليه لكن يقدر يمشي خفيف بس اي سايد وين عنده ها اي سايد عشان يمشي يحرك دي النورمال يشيلها من بين نص دايره لكن دي ما بقدر دي بس بشيلها كده اوكي البرابليجيا بيكون عندهم سيزرينجات ايوه الزمن انتهى خلاص ده اللي انتهى برافو يا دكتور